اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. زي ما قلت لحضراتكم الجزء الثاني هيكون معايا اساتذه كبار الحقيقه، هنتكلم في كل القضايا المطروحه خلال هذه الفتره على الساحه الرياضيه، وخصوصا زي ما قلت لحضراتكم بالنسبه لنا لانهم اساتذتنا ودايما بنتعلم منهم، فلازم يكون لهم راي في هذا الامر، موضوع ما يقال عن التفويت والكلام اللي حضراتكم بتسمعوه خلال الفتره السابقه، سواء على المدربين اللي لعبوا قبل كده في النادي الاهلي او حتى اللي لعبوا في انديه اخرى، فبالتالي هي قضيه عامه جدا. عشان كده عندنا النهارده اربعه من اساتذتنا الكبار زي ما قلت لحضراتكم. يعني انا مش عارف هبدا بمين ولا مين، ولكن انا خليني ابدا باليمين واستاذنا الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذنا؟ اهلا بيك يا كابتن اسلام، الله يخليك. كله تمام؟ سعيد بوجودك معاك طبعا في وسط الكوكبه دي. انت قلت الترابيزه دي لا، وعلى الترابيزه الجديده الجديده دي ربنا يكرمنا بيها حاجه جميله ان شاء الله. ربنا يخليك يا استاذ جمال، جميل ان شاء يا رب ان شاء الله. ايضا استاذنا ونقيبنا النادي الكبير الاستاذ محمود صبري. ازيك يا استاذنا؟ انا سعيد، تشرف ومنور مع اخواتي الكبار يعني. طبعا كلكم اساتذتنا يعني، وعشنا معاهم ايام جميله كلهم الحقيقه. ايضا استاذنا ونقيبنا الرياضي الكبير الاستاذ عصام شرطوز. ازيك يا استاذ عصام؟ ازيك كابتن اسلام؟ اخبارك ايه؟ وحشنا. وربنا يخليك. بنستناك كل اسبوع كده تجي لنا مره. والله انا ببقى جاهز بعدين بنتظر يعني ان يبقى في اوردر، لكن النهارده انت خلصت اسابيع كتير في وجود طبعا يعني زمايل واخوه واعزاء وعشره العمر، ومفيش اجمل من الصحبه دي بجد. شرف لينا طبعا ان يكون معانا الاساتذه الكبار دول. شباب احنا يعني لجمهور النادي الاهلي، احنا شفنا الاساتذه دول، احنا عشنا معاهم ايام كتيره جدا 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 في حياتنا. والاخير بقى الاخير برضو، بس عشان الاخير الاخير ربه كريم كان بيسافر معايا على طول اصلا، ربه كريم، فيعني بينا اسرار كتيره طبعا. جدا حبيبنا واخونا الاستاذ علاء عز. ازيك يا استاذنا؟ كابتن اسلام سعيد، اخبارك ايه يا حبيبي؟ الحمد لله، والله انا سعيد جدا جدا بالدعوه الكريمه دي، وبصراحه انا مخضوض من المجلس اللي احنا فيه ده. اساتذه كبار واساتذه كلهم يعني اخواتي واساتذتي، فانا قد ايه انا فخور والله بالدعوه دي، وفخور ان انا موجود في قناه النادي الاهلي، وفخور ان انا موجود مع اخواتي، وان شاء الله تبقى حلقه مميزه. كنا بنستنى دايما واحنا بنلعب اي حد من حضراتكم يكتب كلمه حلوه علينا ولا حاجه، فيعني قيم وقامات كبيره جدا الحقيقه في عالم الصحافه الرياضيه. ف يعني عشان كده النهارده انا بالنسبه لي لما اجي اتكلم عن قضيه، ومش عشان انا في قناه الاهلي لا، الاساتذه دول لما بيجوا يتكلموا بيتكلموا بشكل منطقي بعيدا عن ان احنا موجودين في قناه النادي الاهلي، ولكن زي ما حضراتكم عارفين عشان كده كل قضيه هنتكلم فيها هتبقى قضيه تهم الراي العام كله، مش تهم شخص او نادي او لا، بتهم الراي العام كله. استاذ جمال طبعا مبروك، النهارده هنتكلم عن مباراه الاهلي والمقصه والاربع مباريات اللي اتلعبوا، ولكن انا بالنسبه لي قضيه ما يقال دائما كل سنه موسم التفويت، بمعنى ان ام بي ماسكو مع طبعا قيمه كبيره كابتن حلمي توران، ولكن طبعاً هو اللي بيجي اللي جه في دماغي يعني، لانه دايما الحقيقه موجود، ودايما لما بتعوزه في قناه الاهلي كانت حلقه رائعه وعظيمه هايله بصراحه كابتن مصطفى عبده لما استضافه هنا على قناه الاهلي. فكابتن حلمي لاعب الزمالك يقول لك اصل الكابتن حلمي هيفوت، اصل مش عارف مين، طبعا ده ما بيحصلش كتير الا طارق يحيى لما بيكون بيدرب فريق الموضوع ده هنفضل نتكلم فيه لغايه امتى وبعدين؟ هو طبعا موضوع مرفوض شكلا وموضوعا. ايوه ليه؟ لان ما ينفعش يا جماعه ان احنا نشتغل على قصه التفويت كده، ده اتهام انا بعتقد يعاقب عليه القانون. ايوه يعني انا بطالب كل من يناله جزء من هذه الاتهامات ان هو ما يسيبش الامور هنقول سوشيال ميديا واشاعات وحاجات زي كده، لا، حتى السوشيال ميديا النهارده من الممكن جدا تعقب اي حد بيرتكب جريمه عن طريق مباحث الانترنت وعن طريق بالظبط، وطلع قانون. فاذا كنا بنتكلم عن ملاحقه الناس اللي بيتحرشوا او بيعتدوا على خصوصيات الاخرين من باب اولى، اذا كنا عايزين للوسط الرياضي او الكروي ان هو ينضبط بالفعل يا كابتن اسلام، لا، الكلام ده انا بطالب المدربين اللي بينالهم هذه الاتهامات ان هم ما يسيبوش الموضوع كده، لانها تتعلق بسمعته كمدرب. يعني هو المدرب ايه غير سمعته؟ ويعني احنا النهارده واحنا بنتفرج على المباراه انا حسيت ان لعيبه مصر المقصه في الشوط الاول
متنشنين جدا صح وعكس صح. ما كان يطالب يكسروا لعيبه الاهلي مقابل البطوله دي عكس ما كان يطالب به كابتن محمد عبد الجليل. انا من الحمله الممنهجه فانت انت بتستفز اللعيبه وبتستفز المدربين ان هم يعملوا حاجات مش هيعملوها في الوضع الطبيعي. مظبوط. الحل يا استاذ محمود يعني احنا هنفضل كل سنه نفضل نقول نفس الكلمتين ونفس الموضوع ونفس القضيه اللي بنتكلم فيها هي لازم يجب ان يكون هناك حلول خلال الفتره اللي جايه. الدوله المصريه دوله قويه وتستطيع الردع في اي وقت. فايه الحلول دلوقتي؟ لا ما الحلول واضحه وعاوزين احنا عاوزين نعملها هنعملها على فكره. ايوه بس احنا بنهرب منها. ايوه لانه برضو في عندك مسؤولين مشجعين. ايوه خلاص واعلاميين مشجعين بدرجه مشجع ان انا لازم اثبت وعشان ارضي اللي قاعدين بره وميقول علي ان انا بطل قوم ان انا بدافع عن حقك. طب ادافع عن حقك بايه؟ ان انا اشوه الاخر واجرحه واقول حاجات غريبة. طب ما انت كنت لعيب كنت بتفوت يعني. طب منطقيا يعني هل الفريق اللي هيفوت ده والجهاز الفني هيقبض من فين لما قدرت اني تعرف انك انت هتفوت ماتش؟ طب ايه اللي هتاخده مقابل عشان تفوت ماتش سواء للاهلي او سواء للزمالك او سواء غريبه جدا. يعني ايه الهدف؟ الخطوره في الامر يا كابتن اسلام انه اللي بره بيضحكوا علينا. ايوه احنا وصلنا من الانحطاط الاخلاقي لدرجه انه اللي بره جايين يدونا دروس. طب هل انت تقدر تطلع بره تتكلم في اي دوله تتكلم عن الدوري بتاعهم تقول عندهم مشاكل في كذا كذا؟ والله ما تقدر ولا هم يستضيفوك لان هم حاطينك في حجمك وعارفينك ان انت قد كده. انت مش مدرك خطوره الامر. انت شايف منافسه بين فريقك وبين المنافس بتاعك مش قادر تعوض المنافسه في الملعب فبتلجا الى اسلوب التشويه. أيوة. والضغط ان انا اعمل نوع من الكراهيه وهذه بذره تم انبتها في 4-5 سنين اللي فاتت ستدفع ثمنها الرياضه المصريه على مدار 10-20 سنه. عشان كده انا بتكلم في الموضوع ده النهارده. في جيل طالع لا يقبل بالراي هو حاطط في اعتباره. أيوة. انه ايه الجزئيه دي. أيوة. طب انت ما حرصتش على انك انت تبقى حريص على الناس دي وعلى اخلاقها؟ لا ما حرصتش. أيوة. انا اطالب يعني الاستاذ كرم جبر. ايوه هو المسؤول عن الاعلام في مصر. بقول له خلي الناس اللي عندك تتفرج تجيب الفيديوهات تسمع الكلام اللي بيتقال ده. المشجعين اللي طالعين دول بيقولوا لمصلحه مين الكلام ده؟ بيقولوا في مشجعين وفي خطوره. لا في خطوره على حاجه حضرتك. ودي النقطه اللي هاخد الاستاذ عصام فيها ده الاخطر. انا ملاحظ انت عايز تقول ده لان لا احنا بنتكلم هنتكلم في كل حاجه وهنفتح يعني كل حاجه لانه محمود فتح زاويه الرؤيه على الخروج امام الكاميرات ووصفهم بالمشجعين وهو يقصد ان المفروض يبقوا اعلاميين. وانت طبعا يعني انا حاسس وانت بتني للسؤال انه دي فعلا شديده الخطوره شديده الانفجار لما مسؤولين واعلاميين وهم يتحدثوا في البرامج فيؤكدوا ان لا دخان بدون نار يعني تصل للدرجه دي ويستضيف المدرب يعني المشكوك مش في ذمته المشكوك او من ترك للجماهير تشك فيه عشان يقول لي يا ترى ستفعلها ام لا. العجب العجاب ان المدرب يرد الحقيقه ويقول له عيب وانا تاريخي وكذا بينما المفروض زي ما قال الاستاذ جمال والاستاذ محمود عليه ان يلجا وفورا. صحيح. للمطالبه باقامه الدليل. يا اخي هات لي دليل لانه اولا احنا ما عندناش دليل وما نتكلمش في الموضوع ده تاني. ما فيش حاجه ما نتكلمش. ما هو المشكله متلخصه في قطع دابر هذا الذي يسيء لنا ثم المرحله الثانيه اللي قالها محمود صبري ان انت علشان تتحدث هكذا لغه يجب ان يكون هناك رادع والرادع يبدا بان انا ابحث عن حقي لانه استمرأوا مع قله البطولات وخروجهم لتزكيه شعار او فئويه هو عاوز يقول له انا بدافع عن اداره ما بصراحه كده لا تاتي لك بنتائج فساذهب بك الى مرحله خناقه انت بتسرق. هو معقول في فرق بتسرق سنين طويله؟ هو معقول في فرق ما عندهاش واعز من ادارات ولما بتيجي ادارات طبعا بتنتج على طول كده التحكيم وكذا؟ ده دخل يا استاذ في المساله بانه حتى حل المجالس يتحدثوا كانه لا بقى هنا انت قلت الدوله المصريه أنا برضو لما لا يمكن انه حد مزبوط. يشاور ناحيتها. لكن انا لما باجي اتكلم انا ما بتكلمش على انا بتكلم بشكل عام لان النقطه دي استاذ علاء برضو بتصيب الجميع بمعنى ان احنا كلنا معلش انا اتعرضت ليها ويعني معظم لعيبه الكوره بيتعرضوا ليها والمدربين اللي بيشغلين دلوقتي عايز الدفاع ليها. كابتن قبل ما اخويا علاء يعني ننقله الميكروفون عايز اللي بيتقال له ده ما يردش يذهب فورا نحو اجراء رسمي. ما هو ده
المدربين واللاعبين في هذا التوقيت بيطالهم الكثير من هذا الكلام. ايه اللي ممكن يحصل لايقاف هذا الموضوع او لايقاف الكلام؟ كلام مش هنقدر نوقفه، ولكن لما تلاقي رادع حصل مع واحد او اثنين او ثلاثه او 10 او 100 بيبقى عبره، بيبقى عبره. في واقعه شهيره جدا حصلت في الدوري السعودي من 4 سنين. خرج مدير فني بعد هزيمه فريقه، في كان مدرب اجنبي، فخرج بعد المباراه قال انا بخسر المباراه بفعل فاعل وان انا بتعرض لحمله وفي تفويت نتائج وكده. المدرب تمت اقالته قبل انتهاء المقابله الصحفيه، تم بمجرد انتهاء المقابله الصحفيه تم ابلاغه من قبل الاتحاد الكرة السعودي ان ده انك انت انتهى عقدك وهترحل غدا صباحا وتقديم شكوى للفيفا من الاتحاد قبل ما يخلص المقابله بتاعته. الراجل بعد المقابله ما انتهت، كانت المقابله 7 دقائق، انا فاكر كويس جدا والفيديو موجود والناس كنت تتابعه وتشوفه، كانت المقابله 7 دقائق، في الدقيقه 6 كان الراجل اللي بيستضيفه جاله حاجه في الاربيز فبيقول له يعني حاجه معاه فنهى اللقاء. بعد ما نهى اللقاء فقال له في خبر عاجل ان اتحاد الكوره قرر معاقبه المدير الفني لتطاول على فرق وتم تعاقب. الاستوديو التحليلي حضرتك توقف 4 معدين 4 ضيوف في الاستوديو ده لمده سنه ما يزوروش على اي وسيله اعلاميه. ده كان الردع دي كان حضرتك تمت في، انا بقول لحضرتك المقابله كانت 7 دقائق قبل مرور ربع ساعه كانت العقوبات اعلنت. برافو عليك يا استاذ علاء، برافو عليك. ده هو ده اللي احنا رد فوري يعني. ده الكلام اللي حضراتكم دايما بتتكلموا. الاتحاد الانجليزي رابطه الانديه المحترفه في الاتحاد الانجليزي بتوقع عقوبات شديده جدا تصل لحد عدم ممارسه المهنه من 3 إلى 5 سنوات لاي مدير فني يتم التلميح على اتهام لاي مدرب اي فريق اخر منافس ليه بالتفويت. دي رابطه الانديه الانجليزيه في لائحه موجوده ان اي مدرب يتطرق الى مساله تخص ذمم مدربين او انديه اخرى بيتم معاقبته. لكن انا بقول انا لم افاجئ بالحمله لان ده طبيعي جدا لما النادي الاهلي بينتصر والنادي الاهلي بيضغط على المنافس لازم تحصل كده. والحرب اللي اتعرض ليها انا بسميها حرب، وحرب مش عشوائيه، ده حرب ممنهجه وتوقيتها معروف جدا واشخاصها معروفين على فكره وده لذلك ان نقشت في اكتر من 5 6 7 برامج في خلال 48 ساعه. مظبوط. اذا الامر مستهدف والقصه واقعه. ده اللي انا وزي ما قال عصام، ليه استضيف مدير فني اللي بتتصله اتهامات واجيبه في كل برامج التطور اساله؟ ده معناه ان حمله ممنهجه. ادينا ذلك حضرتك يعني انا يعني علامه الاستفهام الكبيره ان الحمله تطلع واللي بيردد الحمله دي مش قادر يستوعب ان النادي الاهلي اكتر عدد من النقاط خسرها هذا الموسم كانت عدد مدربين من النادي الاهلي. أيوة. يعني اخر فوز نادي المقاولين العرب على النادي الاهلي، اخر فوز المقاولين العرب على النادي الاهلي كان على يد الكابتن عماد النحاس، كسب النادي الاهلي 1-0 الموسم قبل الموسمين. النادي الاهلي السنه دي خسر 7 نقاط، احمد سامي مدرب سموحه كسب النادي الاهلي اللي كان بيتقال عليه الفتره اللي فاتت دي بعد المباراه الاخيره. الكابتن محمد يوسف ابن النادي الاهلي وابن البار النادي الاهلي ومدير فني النادي الاهلي اللي راح خد بطولات مع البنك الاهلي في اول اسابيع في الدوري، وكان فوز الاهلي تعادل الجونه كابتن رضا شحاته. فمعنى ذلك لو هم بس يعني قبل ما مدركين يا اخي مش بيروي الكلام ده يا علاء، لو انا اقصد بس ان هو لو يعني لو فكروا عقلهم لمده ثانيه واحده بس وراجعوا نتائج الدوري هيخجلوا ان هم يقولوا هذا. طيب قبل بس ما نكمل خليني اقول لحضراتكم مين هنا ايطالي ومين انجليزي. انا ايطالي. استاذ محمود ايطالي كذب. هقول لك، ما انا بس اسال أنا حضرتك إيه؟ حضرتك انجليزي ولا ايطالي؟ بتحب يعني بحب الكره الانجليزيه. الانجليزي. وحضرتك ايطالي. وحضرتك اتفق في انجلترا. انجلترا يعني. 2-2 صح. الف مبروك للي بيحبوا ايطاليا. ايطاليا كسبت بركلات الجزاء التاريخيه. والله انا قلت هتبقى ضربات ترجيح. والله يا كابتن اسلام عمر من كام يوم كان برضو في حد بيسالني توقعاتي لكوبا امريكا. قلت له الارجنتين. برضو كنا سوا على فكره. طيب. والله كنا مع بعض في حلقه. والله العظيم يا كابتن قلت له قال لا والبرازيل والسامبا والبتاع. قلت له بص هي التانجو. وجات التانجو اهي. وبرضو كان عندي احساس داخلي لدرجه في احد الزملاء طارق رمضان طبعا كان كاتب بوست النهارده على الفيسبوك. انا دخلت مت من الضحك عليه. قال لو ايطاليا كسبت النهارده المباراه وكسبت البطوله
انجلترا هيجي لها ازمه قلبيه. وجالهم ازمه قلبيه. وجالهم ازمه قلبيه. لان فين؟ في استاد ويمبلي وطبعا وسط جماهير. والف مبروك لكل اللي بيشجع المنتخب الايطالي ولكل اللي بيحب مانشيني طبعا بالبدل بالشياكه بالحلاوه وبالاداء. والله بالاداء النهارده مش النهارده احنا ما لحقناش نتفرج على الشوط الاخرانيين، ولكن طوال البطوله منتخب ايطاليا متغير وده اللي هنطلع بس هنكمل طبعا. انا عايز بس اقول لك حاجه مهمه قوي. انه الاتحاد السعودي زي ما عاصف بهذا المدرب وزي ما في قوائم العقوبات لرابطه الانديه المحترفه في البريمير ليج الانجليزي موجوده، يا لها من مساله. من هو صالح النعيمه؟ هو نجم السعوديه، هو نجم العرب، كان مديرا للكره الهلاليه. ده قال صالح النعيمه ذهب ليهدئ حارسه فاكتشف من احد القادمين خلفه ان ضربه الجزاء يعني مشكوك فيها. شاط القايم وهو واقف، لا كلم الحكم ولا كلم حد. عزل صالح النعيمه في زمن فيصل بن فهد رحمه الله عليه هذا الرجل العظيم. الحقيقه حتى الان لم يظهر مره اخرى. ليه بقى؟ لانه زي ما بيحصل كده ضد المتنمرين والمتحفزين، لانه ده ضربه قاسمه لاقتصاد اللعبه، غير بقى تشويه الزمن. خد كمان عندك انه فعلا لما بتوقف ده انت تنظف هذه المسابقه، وكمان اللي قال عليك ما بيسبش، واذا كان لك حق بتوقف بقى الحكام في الدوري الانجليزي وتشطب وكذا تفتح بقى. من الناس اللي دي شغلتها حتى في في كل الاماكن. امبارح اشرك لك العام كده في الكوبا امريكا ان الارجواني يعني هنتكلم لكن في الاخر لا نيمار ولا غيره غير شكرا سانكيو. اخر حاجه كابتن اسلام في الجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها مساله العقوبات ومين ممكن تعاقبه وازاي تقوم الاداء. في احد المدربين المصريين كان دخل الموسم اللي فات او اللي قبله في تلاسن مع احد الجماهير على السوشيال ميديا. تم انهاء التعاقد. مظبوط. في السعوديه. في السعوديه كان ميدو. ليه؟ لانه كل حاجه يجب ان يكون لها عشان ده الاحترام ضوابط. الاحترام المناسب استاذ جمال زي ما بتحمي. اكيد ما ثقروش للمواطن. مش صحيح. لا 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 الحكايه نظام ليس من حقك ان تتحدث في شيء غير تشتغل كره قدم بس كده. ما يبقاش الموضوع في موسم معين انت بتطلق الاشاعات دايما لما عشان تاثر. لاحظ انها مع لما يجي الاهلي يلعب ماتشاته المؤجله ما اعرفش ليه مع الاهلي علاء قال كده. انا قلت لك انا لم اندهش. انا متوقع مخطط لها متوقعها وبعدين وهتزيد الفتره الجايه. لا وبعدين ما هي دي المشكله. وبعدين فبعدين ده هنطلع فاصل وكده وبعد كده نرجع نشوف ماذا سيحدث خلال الفتره القادمه، لانه الموضوع ده يجب ان ينتهي تماما من عالم الرياضه. هل من الممكن ان يكون هناك رياضه نظيفه بمعنى كلمة التنافس فقط في الملعب، ولكن خارج الملعب بتحصل المناوشات الطبيعية اللي احنا بنشوفها طول عمرنا ما بين الجماهير، ولكن الرياضة هي جمال الأخلاق وجمال حاجات كتيرة جدا جدا. هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. هنكمل نقاشنا في القضية النهاردة، قضية ما يسمى بالتفويت لبعض المديرين الفنيين وبعض اللاعبين اللي بينتموا لنادي وبيلعبوا في النادي الاخر. استاذ جمال برضو لانها موضوع قضية. مهم جدا طبعا. الحقيقه طبعا. ولازم دايما لما الشباب الصغير يسمعكم وحضراتكم بتتكلموا في هذا الامر اعتقد ان ده هيبقى شيء مميز جدا، لانه في الاول وفي الاخر هي يعني ايه تفويت؟ يعني انا برضو كل ما اجي اتكلم يعني ايه تفويت؟ يعني انا هل انا ينفع انزل زي ما الاستاذ محمود قال كده هنزل الماتش حد هيديني فلوس عشان افوت ولا مثلا. يعني ايه التفكير ان انا افوت للاهلي يعني وافوت للزمالك وافوت للمسموح لو مشينا بقى زي امتحانات الثانويه العامه. انك كنت لسه بنتكلم عنها. ان انت تفوت. بالمناسبه تم نفي موضوع جامع حليب ده عندكم في القاهره 24 واعتقد هي القصه يعني. هي القصه كابتن اسلام نابعه من زي ما قلنا ان هو موسم معين بيتم استهداف يعني فريق معين اللي هو الفريق الذي يسعى او يفوز بالبطوله لهز او تحميس وتشجيع المدربين ابنائه ان هم طيب ماشي
هيبذلوا اقصى جهد عندهم يا كابتن عشان يلعبوا ماتش كويس. انما هل في ايديهم ان هم يكسبوا؟ يعني انا هاجي مثلا كابتن علي ماء، كابتن محمد عبد الجليل، انا ممكن هو يشجع ولاده على ان هم يلعبوا كويس، مش ان هم يفوتوا، لانه هو ازاي هيبقى واقف معاهم بعد كده؟ ازاي يديهم تعليمات؟ انا ما بتكلمش على الاهلي، انا بتكلم بشكل عام. لا انا بدي مثال بشكل عام. انا بدي مثال بالاهلي لان هو اللي مصار حاليا. ثانيا بقى ده بيبقى اسر ديل في المنافسه. انا بكلمك بقى والله العظيم عشان يبقى كلامنا والله دغري. اجهزه تعويضيه. بص عندك اولا الاتهامات بالتفويت. ثانيا محاوله هز ثقه اللعيبه في نفسها باي شكل من الاشكال. انما هو في النهايه انت مش قادر تكسبني بالظبط، فبتحاول تاثر عليك بشكل عام برضو. لا اصلا بشكل عام تاثر عليه طبعا. لا هي بشكل عام مش بيحاول اثر وخلاص وتشويه انتصاراتك ما بيحاولش حواليك. لا مش بيحاول اثر، مش بيأثر، ده هو عاوز يعمل عليك لوت عشان انت ايه بالظبط، يعني تعيش في توتر وشغل الموضوع. ليه بقى؟ لانه من اخطر الحاجات يا كابتن اسلام، وانا اعتقد انه اداره الكوره في النادي الحريصه في الجزئيه دي، انه سحب الموبايلات من اللعيبه ليله المباراه وقبل المباراه لو كانوا داخلين معسكر، لان البعد عن الدخول في مناقشات مع السوشيال ميديا في غايه الخطوره. الاخطر في الموضوع ده هو تشويه سمعه اللاعب المصري والناتج والمدير الفني. لا 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 ما سيبك من المدير الفني، هي اخر المدير الفني الناتج ان ليس لديك لاعب حتى، يعني انت من 2015 ما خرجش عندك لاعب محترف سوى مصطفى محمد اللي راح تركيا، من بعد كده ما عندكش محترفين. انت بتستدعي موضوع انت شايفه سهل، عاوز تعوض خسائرك او منافستك اللي انت فاشل فيها في ارض الملعب مش قادر توصلها، فعاوز تطلعها ايه؟ انت عاوز تطلعها بره الملعب، عايز تقول التاني بيكسب ازاي؟ لا انا عاوز اطلعها ايه ابرر، وكمان بستدعي كمان ايه، بجيب كمان ضيوف من بره. يعني ايه كمان؟ باخد ادخل معايا ناس عشان ناس في السوشيال ميديا، يعني لا بجيب ناس ضيوف من بره من دول عربيه دخلوا معايا دلوقتي. الموضوع ده خطير. لا ده مش كده، ما هو ده السؤال، مش من حد مننا يعني جايب ده هو ده الواد الفرود يعني يا كابتن عصام يا استاذ عصام يا عم، يعني ده الفرود اللي انت جايبه لنا من بره جاي ينظر، يعني هو ده اللي بيحامي؟ طب انت بقى خد بعضك، ولو بطل قومي بقى واد حريف اطلع بقى خلي صديفك اتكلم بره في الاعلام بتاعه. يعني ايه؟ روح اتكلم على الدوري اللي هناك وقول لنا ايه اللي بيحصل اللي احنا ما بنعرفوش. الخطر يا كابتن سام انه اتحاد الكوره اللي هو بيدير المسابقه مطالب احمد مجاهد، وانا بقول له اهو انت مطالب بحمايه المسابقه بتاعتك مظبوط، وحمايه الدوري مظبوط، يا اما باصدار بيان يا اما بتوجيهات خطابات رسميه للهيئه الوطنيه للاعلام بالتدخل فيما يحدث الان، ايقاف هذه الفتنه وهذا السخف والتشويه، وده مش اعلام، هذا كلام في غايه الخطوره، يمس السمعه، يمس سمعه مواطن مصري محترم لاسره ولعيله، انت جاي تشوهه عشان فريقك مش عارف يكسب، فجاي تضغط على المنافس عشان انت عاوز فاكر انك هتخسره، وده بالعكس ده انت بتخلي الدنيا رايحه في سكه، انت بتاثر على علاقه اللعيبه حتى في المنتخبات، منتخبات الناشئين ومنتخبات الشباب والمنتخب الاول وعلاقات الناس. اذا ما كانش في خطوه من الجبلاه من اتحاد الكوره في انه يتدخل، يبقى اذا حضرتك بتقول ان البدايه يجب ان تكون لا بدايه اتحاد الكوره، ما هو المشهد اللي بقوله لك علاء ان اتحاد الكوره السعودي تدخل وحما بيحمي مسابقه اتحاد الكوره، اي اتحاد كوره لابد ان يحمي المسابقه من دول اخطر حاجه على 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 الكوره في مصر وعلى الرياضه في مصر. الكلام اللي حضرتك بتقوله اتفضل يا استاذ علاء. اخر قضيه او القضيه الوحيده في تاريخ مصر اللي كان فيها قضيه تفويت وكان فيها تحقيقات رسميه وفيها عقوبات رسميه كانت شمع بالرسول، ايوه من 30 سنه وظلم فيها على فكره، كانت مباراه المنيا والمريخ في بورسعيد، وكان وقتها نادي المنيا هبط رسميا للدوري الدرجه الثانيه، وراحوا لعبوا المريخ في بورسعيد والمنيا خسر 3-1، وكان متقدم 1-0 وبعد كده خسر في الشوط الثاني 3-1، وساعتها اتكلموا على ان نادي المنيا باع هذه المباراه. كم العقوبات اللي اتعرض ليها اتحاد الكره وقتها، تعامل مع القضيه بمنتهى العنف لدرجة ان واحد بقيمة هشام عبد الرسول تم قرار شطبه وتم رفع دعوة قضائية وجاب دلائل وبتاع لحد ما تم العفو عنه. لكن وقتها اتحاد الكرة كان جد جدا 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 في البحث. انت تقصد كيفية الحل في كيفية ان انا بسرعة اعمل كده وبعد كده طالما عندي هي جت صعبة الحقوق. كابتن اسلام ده في 13 لعيبة توقفوا من المنيا، 13 لعيب في بس باستثناء 3 لعيبة راحوا دور ممتاز، فرؤساء انديه الدوري الممتاز ضغطوا على اتحاد الكوره يسمحوا بعدم توقيع عقوبات عليهم عشان يلعبوا في الدوري الممتاز. منهم واحد لعب في نادي الزمالك. مين؟ كان اشرف يوسف. اشرف يوسف كان عليه عقوبه
كان عليه عقوبه وقتها، كان في مفاوضات مع نادي الزمالك، رئيس نادي الزمالك وقتها تدخل مع اتحاد الكره وتم رفع العقوبه عن اشرف يوسف. ده تاريخ، دي حقائق طبعا. ده كلام انا عايشها انا اللي انا بقوله ان دي حقائق وتاريخ يعني. دي الواقعه الوحيده في تاريخ الكره المصريه او في العصر الحديث للكره المصريه اللي كان فيها فعلا قضيه طيب. قضيه حقيقيه بالصوت والصوره مزبوط. ودلائل وتحقيقات وعقوبات والكلام ده كله. استاذ عصام كلام حلو جدا وكلام رائع. يعني احنا دلوقتي وصلنا ان احنا نقدر من خلال قانونا ان احنا نقدر نوقف هذا الموضوع، لكن من خلال احنا نقدر نوقف حتى كره القدم. انا هودي حضرتك في حته ثانيه بس اتفضل. طب السوشيال ميديا هنعمل فيها ايه؟ ما لا السوشيال دي اسهل حاجه. هقول لحضرتك حاجه، انا دلوقتي هفتح واقول انا اسف اسلام الشاطر ده فوت ماتش الاهلي والمش عارف ايه، ما انا جاي حد هيقول لك انت بتعمل ايه؟ تمام. لا السوشيال دي اسهل حاجه على فكره. ازاي يا فندم؟ اذا بحثت عن محامي ولو صديقك هيجيب لك الحساب ده ومش هيتساب. صح. لكن احنا بنتكلم في الاخطر، لديك جهتين للحساب، اتحاد الكره اذا كان لسه عايش مش في غرفه الانعاش وهي مسابقته، وهي ليست فقط سمعه، هي قضيه اقتصاد بيضرب. يا ترى بقى هم عجبهم ولا الحساب مين؟ ولا الحساب اللي بيتكلموا زي ما صبري بيقول ونبعت بقى بضاعتنا بقى تتلعب سوبر مش عارف فين وفين وهكذا دواليك، ولا انتوا عايزين ايه بالظبط؟ والجزء الآخر هو بعد ما ياخد هو القرار على كل مدير فني أن يلجأ أيضا للحق المدني، دي الحالة الوحيدة اللي مسموح له الاتحاد الكرة والشخص نفسه. أولا السوشيال بقى كلنا بنتهاون في موضوع السوشيال الحقيقة كلنا بنتهاون. بالمناسبة يا أستاذ، بمناسبة السوشيال من يومين ثلاثة كده أنا كنت طلعت اتكلمت في موضوع فالمهم حد من بعض من لا يشجع يعني النادي الأهلي بعت لي قال لي إيه؟ قال لي أنت وشتمني. فانا عملت سكرين شوت وبعتها لمباحث الانترنت وقمت بعت له قلت له تم ان انا بعت الموضوع ده عملت سكرين شوت وبعت لمباحث الانترنت عمل البلوك وطلع وجري وعمل وعلى فكره كان هيتجاب هيتجاب على فكره. لا انا بعت له ليه؟ ما كنتش عايز يحل عنه. انا عايز اقول لك لا انا وديتها لمباحث الانترنت يعني فعلا. انت بس عشان ايه عايز تعسسه بالخطوره؟ الله ينور عليك. انا عايزه انا على فكره انا عايز عايز يعني مش هيتعلم يا كابتن اسلام. ما تشتمنيش. لا ما كابتن اسلام ده بيئه العمليه فيه منتهى الخطوره. انا عايز اقول لحضرتك بقى انه احنا قلنا بس الاستاذ يعني. كرم جبر والهيئه الوطنيه للاعلام على فكره ضمن منظومه الدوله المصريه وفي قصه الميديا الدوله اعطت الحقوق كامله للنقابه والمجلس الاعلى. الان في المجلس الاعلى للاعلام وانا ذهبت حيث شكوى مواطن مندوب عن القاهره 24 واكيد في زملاء بشوفهم من الاهرام للتحقق من حق المواطن اذا ما كان هناك ما يمكن ان يشير نحوه بانه كان ضده ضد اي شيء ما في الصحافه. اذا هنا هناك ضوابط اهو علينا نحن اهل الاعلام، فاللي ما يلجاش للمجلس الاعلى تجاه اذا كان منهم اعلاميون وصحفيون يبقى احنا غلطانين في حق نفسنا وفي حق المهنه. تمام. اذا كان بينهم اعلاميين يا استاذ جمال واستاذ محمود واستاذ علاء ولا نلجا احنا كده او نذهب للسيد النقيب ونطالب بايقاف هذا العبث لانه محسوب علينا يا جماعه. بص يا كابتن عصام بعد اذن كابتن دي حاجه سنة. الحاجه الثانيه المجلس الاعلى للاعلام بيقبل يا جماعه وانا بقول اهو في قناه الاهلي في برنامج اسمه البيت الكبير المجلس يقبل كل الشكاوى ده غير مباحث الانترنت ما تتهونش في تمام يبقى اكيد برضه كابتن صحيح. لكلام الاستاذ عصام بالنسبه للاعلاميين دول اللي هم اللي احنا بنسميه الاعلام المنظم اللي هو يخضع لهيئات ويخضع لجهات رقابه ايوه اللي هو الاعلام الصحافه الاذاعه التلفزيون أيوه. الفضائيات أيوه. والكلام ده من السهل جدا جدا ان انت تاخد حقك منه يعني كواحد اهنت او حصل لك التعصب لنادي زي ما قال الدكتور طه اسماعيل مع كابتن مصطفى عبده حب ناديك زي ما انت عايز بالظبط بس مالكش دعوه بالتاني والمناوشات اللي احنا بنشوفها. لا السوشيال ميديا انا شايف السوشيال ميديا مظلومه. السوشيال ميديا بتتغذى كابتن اسلام على تصريحات صحيح يعني انا السوشيال ميديا ما بتقومش لوحديها من باب لا هو انا دلوقتي لما واحد انا طلعت قلت هي بتتغذى عليك كلمت في ثانيه واحده بس انا طلعت كلمت هو بيتكلم عادي كابتن انا طلعت اتكلمت عادي في موضوع بلاش اسلام اي حد ايه اللي يشتمني يقول لي ايه اللي دخل امي وابويا واهلي لا انا ما اقصدش انا قصده يعني السوشيال ميديا بصفه عامه بصفه عامه بياخد من البرامج بتتغذى على البرامج على تصريحات ضاله ومضلله لما يطلع حضرتك
مسؤول يقول ان من 20 سنه من 20 سنه كل مدربي النادي الاهلي بيفوتوا لمباراته مع النادي الاهلي 20 سنه والتصريحات دي تطلع وتتاخر وتبقى حرب بين جمهور الاهلي وبين جمهور الزمالك. هي اتغذت على تصريح ضال ومضلل من مسؤول من اعلامي. لما يطلع لعيب كوره يطلع يتكلم على ان التفويت بيحصل من سنين وهو كان شاهد عيان واتحاد الكره لا غريب مهم. لو ده ال 20 سنه ده المفروض النادي الاهلي بامانه شديده ياخد خطوه في غايه الخطوره ويتجاب التصريح الرسمي اللي اتقال لما لعيب كوره انا اسف لما لعيب كوره يطلع لما لعيب كوره يجيبوا اللي انا كنت في الموضوع ما في نجوم قالوا احنا كنا في الموضوع ازاي انا اتحاد كوره اسمح للاعيب كوره يطلع يقول ان انا كنت وانا لعيب كوره كنت شريك في مباريات تفويت مباريات وكنت عنصر وتعدي جدا وتعدي ازاي يطلع واحد اعلامي واتحاد الكره يتخاذل ان واحد اعلامي يطلع يقول ان عنده مستندات تؤكد ان الاهلي اشترى الدوري في الاخر السنين اللي فاتت دي وكانت المكافاه لسبع حكام اداروا مباراه النادي الاهلي خدوا 7 فيلات في الساحل الشمالي. ده تصريح رسمي والله وتكرر اكتر من مره يعني هذا الاعلامي بيقولها تقريبا في كل ظهور ليه بيقول لك انا املك مستندات عمره ما ظهر مستند لكن اتحاد الكره ازاي اتحاد الكره يتخاذل عن هو ده هنا ما الناس هتقول لك هو ده اتحاد الكره ولا الاهلي لا اللي يتكلم لا صاحب المسابقه لا بيقول صاحب المسابقه طبعا لما بيقول سبع حكام كمان واخدين 7 فيلات في الساحل الشمالي وعارف ارقام الفيلات وعارف والله فين عشان نبقى نروح نزورهم والله ده بتكلم واحد زيارات حاجه غريبه قوي يتهم يعني انت حضرتك لما بيقول 7 حكام لو مصر فيها 500 حكم ال 500 حكم اصبحوا متهمين طبعا قدام الجماهير كلها ال 500 حكم دول اصبحوا مدانين يعني المهنه كلها يعني اي حكم ماشي في الشارع دلوقتي متهم ان هو مرتشي وان هو خد فيلا في الساحل الشمالي ومش معقول ان الحكام في مصر كلهم ال 500 حكم يقعدوا ماشيين ب براءة ذمه ماليه شهاده براءه شهاده براءه والنبي لكن اللي بيتكلم اختمها لي وسبعه لكن المسؤول ده على اتحاد الكوره هنا لو كان خد خطوه حقيقيه وتم رفض عقديه على هذا الاعلامي ما كانش هيتجرأ انه يطلع يقولها اكتر من 10 مرات او يا عم يقدم المستندات خلينا معاه ايوه بالظبط وهو عزم الجو والحال اللي احنا فيه القانون الله وهو تفنن في 3-4 ربنا هيحاسب لان هم ما بيخافوش من ربنا دول ليس عن داي دايما ده فين ده نفسي اعرف لكل واحد فيهم يقدم لي بس تاريخه ده في اتحاد الكوره يعني لا مش في اتحاد الكوره بيطلعوا بيتكلموا اذا كان هو صحفي يقول لنا تاريخه الصحفي عشان نعرفه حتى ده واخد دبلوم ولا واخد معهد ولا واخد بتتكلم على حد معين تقريبا لا ده نفسه يعني انت بتتكلم عن ده بص ده تفنن وعايز ان هو دور الواد ده البطل انا مش قادر يا كابتن اسلام انا مش قادر افوز عليك في الملعب بالظبط مش قادر انت شوهتني شوهيا انت بتنزل معايا السوق بتخبطني الخبطه خلاص هطلع اعمل ايه هطلع فوق بيتنا واقعد انادي عليك واشتم فيك فانت بقى تعمل نفسك ايه بتعمل نفسك مش فاهم خلاص مش شايف وماشي في حالك بس يعني. عاوز اقول لك على حاجه اذا انت استمريت وانت راجل محترم والتزمت الصمت الغوغاء اللي حواليك هيتنطروا على بقيه النص هيبقى عارف انت ايه هياخدوا الموضوع فرصه ده دليل على ايه النادي الاهلي طول عمره ودي كلمه مبادئ على فكره دي بتحرق قوي نادي عمره من تاريخه لما انت تشوف المواقف لما بقى الناس في ناس ما تعرفش تاريخ اصله لانه ما شافش موقف ما شافش موقف اتعرف ليه هو ما شافش لقطه حصلت ازاي اتحسب فيها او ازاي ايه انك تعرف تربي ناس او تاخد موقف النادي الاهلي على مدار التاريخ ليه مواقف مع ناس وخلت يبقى في حساب حتى لو كان في اخطاء بس الحساب الاساسي موجود لما اتعمل برنامج 4 ساعات تم تكسير فيه ومحاوله زي ما قلت لك ماسك زرطه وبخبط الشاشه دي عشان اكسرها عاوز اشوهها دلوقتي والنادي الاهلي التزم الصمت ده اللي انا كنت ده موقف تاريخي التزم الاهلي الصمت احنا كلنا حضرات طبعا انا بكلمك كلنا موجودين في مجمل هذا ما حدث ومجمل الكلام بقول للزعلاء الاستاذ عصام كان يتوجب على اتحاد الكره اللي هو رب المشهد ده كله والهيئه الوطنيه للاعلام يا جماعه احنا داخلين في سكه في بذره سيئه اترمت تم التخطيط ليها ان انا مش قادر اجيبك في الملعب فهضطر ان انا ايه اذا الهيئه الوطنيه يعني حضراتكم بتتكلموا عن النادي الاهلي النادي الاهلي على فكره واتحاد النادي الاهلي مطالب انه ياخد بس صاحب الحق يرفع الدعوه طبعا بس خلي بالك يعني بس يا استاذ جمال يعني النادي الاهلي انا بصراحه يعني على مدار رصد 5 سنين اللي فاتوا دول النادي الاهلي بيرد عن طريق القضاء بس المسؤول في النادي الاهلي هنا بيخرج من عباءه ان هو مسؤول في النادي الاهلي وبيتعامل قضيه شخصيه حتى لعيبه الكوره في النادي الاهلي يعني في لعيبه كتيره جدا في النادي الاهلي تم التعرض ليهم
والأسرهم وكسبوا قضايا، كسبوا قضايا وتنازلوا، في منهم تنازلوا في منهم ما تنازلش. لكن انا بصراحه شايف النادي الاهلي موفق جدا جدا ان لما واحد يتطور على النادي الاهلي وعلى مسؤول في النادي الاهلي بترب تم رفع دعوى قضائيه عليه بصفه شخصيه، وده لا مش سبع فيلات دول يا معلش. ايوه مش لازم يتجاب ده، طب احنا بقول لك ايه المروح يا جماعه اللي بيعمل كده، احنا خمسه اهم قاعدين بس عايزين نشوف يعني عشان ما نعملش حلقه ثاني عشان ما نذكر من هنقول عليهم فين، مش هنقول عليهم على الدرجه دي. على فكره على فكره قناه النادي الاهلي بتنتقد اداء الحكام، يعني ايه يعني احنا ممكن انا اطلع اقول احنا زعلانين وان الحكم ده عمل كذا 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 قبل ما ببدا اي كلام، بس ما بتتهمهمش قبل ما ببدا كل حتى لو كل يوم هطلع وانتقد الحكام بقول ايه، بقول يا جماعه تحكي الحكام دول انا ما بتكلمش ولا على سمعه وبشر ولا على شرف. كنا انا والاستاذ جمال في حلقه مع كامل الاحترام للحكام بنتكلم عن حاجات الحقيقة تزعلك على المستوى، فعشان ما حدش يخلط قلنا قطع لسان كده بالبلدي طبعاً. اللي يجيب سيرة ذمم حكام بالظبط، لكن اللي حصل ده بصراحة حاجة جايبة لورا يعني. انت بالصدق ما دلوقتي العالم قرية صغيرة، فانت هتقول هنا هيروح يحكم في تونس يقول لك ما يعني بيعمل يروح في المغرب، لكن انا بس عشان الجمهور يعرف يفرق معاهم الكلام. احنا من الممكن ان ننتقد اداء تحكيم، لكن ما نتكلمش عن شخصيه حكام. ده طبيعي، ما ده حكم واحد قديم. لا يعني على تاريخ ما تشككش زمه. انا عايز بس انتوا بتتكلموا على المكان اللي هو معتدى او مجني عليه، انت عمرك ما بتعمل ده. هم اللي بيستكملوا حلقه الوصل عن التفويض بشتيبه الحكام واتهامهم، عشان ما هو بيحصل. اصل الناس دلوقتي ممكن تقول لك ايه يا استاذ جمال، تقول لك يا جماعه ما انتوا بتقعدوا تنتقد. ايوه بننتقد، الانتقاد ما طبيعي. انا بس عايز اقول ايه، ان احنا موضوع التفويض ده جزء حلقه في سلسله طويله من الاعذار. يعني اللي بمعنى ايه، انت بتدور على سبب او اسباب فشلك، فبتدور بقى بتقول ده في ناس يا راجل بيقول اصل الاهلي بيكسب بالحكام 42 الاهلي بيكسب بالحظ 42 بطوله ما لو اخضعناهم لمنطقهم يقول لك الاهلي ياخد منهم 20. احنا هنهزر؟ لا يعني يقول لك الاهلي واخد 42 دوري. لو انت يعني نقيتهم يعني صفتهم حسب المنطق بتاعه الاهلي ياخد 20 بس، والباقي كله تشكيك في البطوله. انت عايز اكتر من كده؟ زي موضوع صمت غريب من اتحاد الكوره، كان الموضوع ما يعنيهوش. موضوع مش هو اللي صارف الدوري يا محمود، هو اللي صارف الدرع يا جماعه، هو صاحب المسابقه. انا بس عايز ارجع، انا عايز ارجع موضوع نادي القرن. خلص موضوع اتحاد الكوره ده عشان الجمهور يفهم موضوع نادي القرن. احنا بنتكلم لا 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 ده قصه، لا 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 انا بقول لك ده 15 يعني بعدين، يعني احنا ممكن نقعد خليه بعدين. ده انا اختصره لك بقى في كلمه، الاهلي مسؤولي يعني عبر مش لازم يعني فلان قال لك ايه، لماذا لم يقاضي الزمالك الجهات التي اصدرت القرار؟ برضه دي حاجه غريبه زي اللي انت بتقوله. اتقال الكلام ده وما حصلش. لا ما انا بقول لك يعني يا عم، انا بكلم الجمهور يا عم جمال. يا عم خد ورقه وروح الفيفا يعني يا عم. الجمهور يا عيني بيقول لك روح يا عم اشتكي، روح اشتكي يعني اشتكي خلص. دي قضيه استهلاكيه والله العظيم. والله كل دي قضايا، برافو عليك. قضيه عبثيه على فكره برضه. تقول لك يقول لك بنو قصر على واستخراج ورقه، دي ورقه موجوده عندهم في جيبهم اول ما يتعرضوا لاي مأزق او اي ازمه بيروحوا طالعين لك كلمه نادي القرن. زي موسم المانجا دي قضيه عبثيه، قضيه عبثيه استهلاكيه. عارف موسم المانجا بيخفوا وراها حاجات كتير جدا. والله اقول لك حاجه صح. والله اقول لك حاجه، وموسم التين. لا لا موسم كل حاجه بقى يعني. اقول لك حاجه صح، التين الشوكي والتين البرجوم. اقول لك حاجه، وبنى قصر لعيسى حياته في على المحيط. طب ايه رايك ان انا رحت عيسى حياته؟ انا رحت، انا بكلمك ده، رحت عملت موضوع عن مين عيسى حياته. اوكي. رحت بيته. بيته عباره عن طابقين يعني دورين. ورحت عيسى حياته يا جماعه. لا بس ده بيغزي العين. انا ما عيسى حياته انت ما ودكش القصر. انا بكلمك. رحت سالت يا جماعه ليه بيت تاني؟ قال لك لا، قال لك ده اسمه الملقب، العيله اسمها السلطان حياته، اللي هو سلطان المسلمين في الجنوب. في الجنوب. ماشي. ايوه اخوه السلطان، لانه عيله عيسى حياته موجوده في 15 دوله اوروبيه. على فكره الحكايه قصه كبيره. رحت بقى القصر، القصر بتاع الحاكم. وشفت ازاي ويطلع ازاي بالحصان ليله العيد ويذبح الذبايح
والايام بقى بتاع هي دي حياته تقصد ايوه انا يعني عايز اقول لك ايه مش عيسى هي دي حياته الحياه قعدت ادور على الاصل الكلام ده في كام فرحت تجار وفي 2008 طب اقول لك على حاجه لما كبرنا على ثلاث مرات طب يا كبرنا على المحيط انت ناسي بس يا كبرنا على المحيط ما قال لك الاصل على المحيط كمان كبرن اصلا يا عيني ما شافتش بس ثلاث مرات ما شفناش الاصل يعني الاصل في الساحل الشمالي كان نفسنا نشوفه حتى نخش فيه يا اخي والله نرجع للتفويت نرجع للتفويت مره ثانيه طيب ممكن نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا عن نطلع فاصل والله طلعنا والله تعبنا نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين مستمتعين بالحوار اوف اير اكتر يعني بصراحه حوار رائع جدا وكنا بنتكلم في حاجات كتيره جدا ولكن خلينا ننتقل مع حضراتكم ولا عايزين كل حد يقول حاجه في اللي يعجبك التفويت لان التفويت ده هنرجع له مش حلقه النهارده لانه مش هينتهي بحلقه النهارده لا مش هينتهي لا نعم مش هينتهي بحلقه النهارده مجرد فتح هتكبر لان هتخش فيها الحكام هيتهموا الحكام بالتفويت لا احنا نبدا واتهموا رؤساء أندية بالتفويت أنا عارف أن الحلقة تكبر لأن المخطط أكبر من دي البداية أنا شايف أن الحديث عن تفويت المباريات دي البداية لكن أنا عارف أنها طول الفترة الجاية طول ما الأهلي بيكسب هتخش لحكام وهيتم اتهام حكام ولو كان في مسؤول معين موجود دلوقتي كان زمان احنا بنتكلم في قضايا تانية خالص بشكل مختلف خالص لكن انا بقول لحضرتك القضيه هتكبر بشكل كبير جدا يبقى ده لازم يتفتح الملف ده ولازم رد. نواجه ده ها يا كابتن اتفضل مهندس فرج عامر ما اتهم رد على احد على طول رد على احد المتعصبين بيقول له انتوا ما كسبتوش السوشيال ميديا قالوا ما كسبتوش انت يا بطل ليه يا بطل ليه بلاش بقى خليها يا بطل لا هو قال حاجه ثانيه انا بقول لك خليها يا بطل فخليها يا بطل يعني اهو رئيس نادي اهو رئيس نادي اهو الجماهير على صفحته الشخصيه بتتهم بالتفويت رئيس نادي بتتهم بالتفويت انت قصدك ان الحمله لسه هتبتدي تكبر طبعاً بعد كده وتخش في التفويت مش هتنتهي بسهوله بعد كده حكايه سرد النتائج ان يعني لما واحد اعلامي يطلع يقول لك ازاي الاهلي بيكسب الفرقه دي 20 مره ورا بعض طب يبقى زمان كان بفوت الاهلي طب مانويل جوزيك لعب مع الزمالك 18 20 مباراه كسب 18 مباراه وخسر مباراه واحده وتعادل مباراه لا والمباراه اللي خسرها دي خسرها ازاي ما انا عارف 2-1 هل لا خسرها ازاي الزمالك فوت لمانويل جوزيك لا ما اعتقدش الزمالك هيفوت لا هيفوت كام كانوا بيفوتوا لمانويل جوزيك ما تدخلش يعني كابتن اسلام يعني الزمالك كان بيفوت الاهلي دوري وكاس وافريقيا مش ممكن يعني ما انت قلت لا الحكام كانوا افريقيا تبقى الحكام بص بقول لك يعني الناس بتطلع كابتن اسلام جمهور الزمالك جمهور عظيم بجد بقى طبعا موجوع فانت بتيجي كاداره مش لاقي ايه حاجة. اللي تقوله له وهو جاي لك وبيقول لك اوفياء سنظل وده حقيقي جمهور لا يطلب الكثير فانت تروح جايب يعني نفس الراوند ده وقاعد عشان يشوه زي ما محمود بدأها يشوه افعال الاخر ما دمت انت مش قادر الاهلي انا ما بحبش اتكلم على الاهلي بصراحه انا بتكلم يعني انا دايما لما باجي اتكلم بس هو ما فيش انديه اخرى هي المعركه هي دي انا بقول لحضرتك وصلت بقى لمرحله المناظرات وكذا من العيب انه يعني ناس زملاء يعني زملاء مؤهلين يا استاذ جمال يا استاذ محمود يا استاذ علاء ومن كذا جيل يخرجوا للناس بفكره ان هو بيقول للناس مثلا يا اخي سيبك من الدوري اللي اتحاد الكره ده للاهلي انا بقول لك الفريق الفلاني احسن يا اخي سيبك من اللي الكاف عمله ده انا بقول لك خد انت ده لكن احنا اللي عندنا البطوله يا اخي طب البرونز بتاع كاس العالم الميداليه دي يقول لك ها يا عم ما انت فاهم انتوا بتقولوا للناس هم الناس فاهم ايه هو انفنتينو ده وابويا الحاج بلاطر اتمسكوا قبل كده يعني مثلا واحنا ما كناش واخدين بالنا الدنيا ماشيه هل هناك يا اساتذه من يدير كره القدم غير الجهات دي طب انتوا ما بتحموش الجمهور ده ليه وتذهبوا لشكوه الاتحاد ده والاتحاد الافريقي والفيفا وتشوفوا بقى جهه اخرى يعني تخلوا الناس تذهب بالفرق بتاعتها تلعب عندها اصل ده كلام مش لوجيك وكلام يعني بينال من الناس للاسف يا استاذ عصام ان في البعض بيصدق ما هو مش ذنبه هو مجني عليها كابتن اسلام كابتن اسلام انت ليك بريق واخويا محمود واخويا جمال وعلاء لينا بريق الاستوديو يا استاذ يا كابتن اسلام يعني انت ما شاء الله بتلعب كره لنجم اعلام وكذا استاذ محمود صبري استاذ جمال استاذ علاء الحمد لله ربنا مان علينا الناس تقابلنا يا استاذ وحضرتك وفاهم ان انا فاهم كل حاجه وانا بقى كمان بصدر له ان انا مع الشعار بتاعه يا اخي ربنا يخليك لينا يا عم ده بيقول لك كلام غلط يا عم ده مش عارف يصرف لك دوري فبيصرف لك
كلام، انا اسف بس فضل. فبيصرف لك كلام بلا دليل. هو البلد دي ما فيهاش قانون ولا اتحاد ولا وزير بالعكس ولا بالعكس. اي حد يحمي فريقك. طب قول لي اللي قاعدين دول يروحوا يطالبوا الادارات دي ان تشكو عشان تذهب تشارك فيها ليه المسابقات لما لا عشان تجيب حقوق يا عم. خليه خليه يشارك مضطر يا عم. اذهب انت بقى وخليهم يجيبوا لك حقك بشكاوى للفيفا والكاف والمحكمه الرياضيه. وسككم معروفه جدا. المضحك بتاع كابتن اسلام ان هم مثلا ايه مثلا تلاقي مثلا بتاع يقول لك الدوري ده دوري مشبوه ومحسوم مقدمه للنادي الاهلي. اخر سؤال في الحلقه، توقع مين يفوز بالدوري؟ الزمالك طبعا. يقول لك الزمالك طبعا. يعني لما انت طول الحلقه عمال ترسخ ان الدوري محسوم للاهلي، شو اضعف دوري؟ اخر سؤال شو اضعف دوري؟ ازاي كان زي في على رايك الاهلي بفايز بيه كام مره؟ 42. لا كم مره الاهلي فاز دوري؟ خمس مرات. اللي هم بعد الفلتره ولا قبل الفلتره؟ لا لا عشان لا عشان نوصل الحاله. عشان انت هنا المفروض هنا بقى المفروض هنا في تونس وفي المانيا في يعني ويوفنتوس والكلام ده. يعني بايرن ميونخ فاز بالدوري تسع مرات متتاليه. هل معنى ذلك ان الدوري الالماني دوري ضعيف ودوري مهزوز ويصنف في اخر التاسيس؟ يا استاذ محمود عاجبك ولا مش عاجبك يا استاذ محمود؟ هو كده النظام هادي وصلنا في الدوري التونسي اللي فايز ولو في منطق خمس مرات يا كابتن اسامه اصلا مش معقول. اه صرت انا اصدق الراي العام ان الدوري دوري محسوم قدام الاهلي. لو في منطق واخر سؤال في الحلقه توقع مين يفوز بالدوري؟ الزمالك باذن الله. لما انت طول الحلقه بتقول ان مستحيل الزمالك يفوز بالدوري عشان خاطر الدوري راح للاهلي، يجي اخر سؤال في الحلقه يقول لك توقع مين يفوز؟ لا الزمالك باذن الله. استاذ جمال تتوقع مين يفوز بالدوري؟ الاهلي طبعا. لا انا عايز اقول لحضرتك ما اثير في الفتره الاخيره برضو عن موضوع التنافسيه اللي اتكلم عنه طبعا استاذ محمود، ده ليس له علاقه بضعف المسابقه خالص. ده اسمه اصل انا سمعت ده اول مره في احد القنوات العربيه. اوكي. الناس اللي هم بيقولوا لا ده احنا كذا وكذا بيتكلم في جزئيه، يقول لك ده مصر زي جيبوتي زي مش عارف ايه. ليه؟ في الرياضه يعني؟ لا في كره القدم يعني في الدوري. لا في الدوري تصنيف المساواه. الدوري بتاع بتاع مصر مستواه زي جيبوتي. عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان الاهلي بياخد الدوري على طول. مش صحيح بحسب. لا يعني انا بتكلم على قلب الحقائق. طبعا المقصود بهذا التقرير حتى لو في تقرير من الفيفا انه النادي الاهلي خلال 15 سنه واخد الدوري كل اغلب السنين 14 مره ماشي ولم يخرج الدوري من عنده غير مره. هل ده عيب في حق الاهلي؟ يعني هو الاهلي مثلا حق ادارات الاهلي عيب حق جمهور يعني الأهلي. هو الاهلي يا كابتن اسلام المفروض ياخد الدوري السنه دي لنفسه والسنه الجايه يتسحب بقى عشان حد لا لا ده مش هيسيبه والسنه الجايه يكسبه برضه هيسيبه ويديه لنادي تاني او يفوت يفوت او يفوت. يا سلام على القفله. يفوت والله هل يفوت عشان ما يكسبش الدوري على طول؟ هي دي القضيه. فبص كل دي انا بقول ان هي قنابل دخان. وفي النهايه اللي احنا هنشوفه الاهلي بيخرج في الطريق من هذه القنابل منتصرا وده شيء مهم. وبالمناسبة التقرير ليس سبة، هو خالص جايب خالص البلاد التي ملناش دعوة بقى ان بيطلع منها مصر فالنادي الاهلي زي ما محمود قال على اليوفي مثلا. الرانك ده بيقول ان دول هنا اقل تنافسية من كتر ما ده بيكسب، مش عشان ده دوري يعني لازم بقى بعد كده يعني شوف بجد والله بعد كده محتاجين مترجم. تخيل محتاج مترجم للغة العربية يا راجل. ده كلام. احنا بعد كده نعمل ايه؟ بدل ما نطلع نشكر المجلس الإدارة نقعد نوضح نفصل انت بقى نقول لا نبتدي نقول لهم يا جماعة من فضلكم سيبوا لنا الدوري السنة الجاية اي فريق ثاني ياخده. والله ما بهزر بقى. ده اللي مطلوب مطلوب يعني. لا منطق غريب جدا. طب افريقيا يعني. طب ليه ما يعملوش نفس القصه افريقيا؟ يعني افريقيا في بدايه بطولات دوري ابطال افريقيا كان الاحتكار كله لفرق افريقيا السوداء او تحت اللي هي فرق الجنوب تحت في الجنوب والغرب وكتوك الجنوب والغرب. ورغم ذلك النادي الاهلي النادي الوحيد اللي لعب سبع نهائيات متتاليه دوري ابطال 82 83 ابطال كؤوس 84 85 86 رجع ابطال دوري 87 خد خمسه منهم. ليه وقتها ما اتكلموش على فساد البطوله؟ عشان ما كانش فيه اللي بيحصل ولا ما كانش فيه الحاله دي. ما كانش فيه الحاله دي يعني الحالة. واحد وصل سبع نهائيات افريقيه وقت كان فيه الاحتكار لانديه الجنوب يعني ما كناش بنسمع ابدا انديه الشمال يعني في الوقت ده كان كوتوكو وكان يويندي وافريكا سبور. لا في سبب تاني اقول لك ايه الفارق يعني كل الفرق يبقى ايامها 82 و83 و84 و85 الفوارق كانت متقاربه. مع الوقت
فوارق المستوى يعني؟ لا فوارق الألقاب. الألقاب. مع الوقت يا كابتن إسلام كبر. العملية كبرت. فخلاص. بقى الفارق كبير جدا. هو ده ذنب إدارة بتكبر منتجها. يا عم أنتوا بتفتروا ليه على الناس؟ صح. لا هي مش افتراء على فكرة. كل واحد بيشوف شغله. أنا عارف بس هي كل واحد بيشوف شغله بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا مطلوب مني هنا في القناة إن أنا أطلع أتكلم عن أخبار النادي الأهلي. طبعا. دافع عن كل القناة يعني. فانت لما تيجي تتكلم لا انا بقصدش افترا ده هو عصام في انا بقول لك انا عارف بس انا بقول لك يعني هل المطلوب من ادارات الاهلي المختلفه على مر العصور من 1907 ولغايه دلوقتي مثلا ان احنا نبتدي نطلع نقول للناس يا جماعه لا والنبي ما تعملوش شغلكم وخلوا الاهلي يخسر الدوري ويخسر لا طبعا ده الفارق مش حقيقي اللي انت بتقول عليه الافترا ده ماذا لو لم يترك الاهلي المعترك الافريقي 5 مواسم كان في قمه مستواه لكنه كان محتاج على المباراه النهائيه يعني ده كان اللي بعديها هياخد وهيلعب والله العظيم انا بمزح هو الاهلي لو ما خدش قراره خلي بالكم انا بمزح كان الاهلي مثلا ما خدش قراره بس حلوه كلمه حلوه لاعب وبعد ماتش بعد ماتش السوبر اللي هو قرار مثلا الاعتذار عن المشاركه فيه أيوة. وتم ايقاف الاهلي في الفتره دي وكان الاهلي يعني هو البطل الدائم للدوري المتوج الاوحد وكان يحق ليه انه يسيب دوري ابطال يسيب كاس الكؤوس ويروح يشترك في ايه في دوري الابطال فهو ركز في كاس الكؤوس وسمح للمنافس التقليدي بتاعه انه يلعب في ايه في دوري الابطال حتى مولين ما خد الدوري هل مولين ما خد الدوري ما خد الدوري راح شارك ابطال كوس عشان دفع على لقبه عم دفع على لقب الدوري خلى زمانك يروح اللي انا عايز اقول لك حتى المره الوحيده المولين عرف فاز بيها بطوله الدوري راح ابطال الكؤوس وخلى الزمالك الثاني الوصيف يروح يلعب اللي انا عايز اقوله لك الجو ده كله ايوه على مدار ودول يعني استاذ جمال اخويا الكبير واستاذ والاستاذ عصام وعمي علاء احنا طول عمرنا في العلاقات حتى في الشغل عمرنا ما شفنا الجو ده انا بامانه حزين جدا ان احنا وصلنا الى هذه المرحله ان يتحول حتى بعض الزملاء الى مشجعين يعني الامور ما وصلتش للدرجه ان احنا عشان ابين ولائي ان انا انال من الاخر جو غريب وبذره زرعت بمعرفه وتم رويها بسموم وكراهيه غير موجوده لا تمت للرياضه بصله ان الاوان أن يتخذ اتحاد الكرة أيوة. ونص أحمد مجاهد رقم واحد خطوات جادة جدا لحماية مسابقته وحماية لعبته وحماية منتخباته وعليه أن يعي جيدا أنه الأمر هو يستطيع أن يوقف كل ما يحدث وأن يتضامن معه الهيئة الوطنية للإعلام طبعا خلاص يعني رقم واحد اتحاد الكورة الهيئة الوطنية للإعلام لا لا الكورة الخطر صاحب المسابقة الشعب أنا بكلمك أهو والله أنا الشعب إيه لا ما خلاص ما خلاص ما أنت خلاص في كراهية يا هتحمي شعب لا في شحن أنت معلش هو الشحن ده وصل خلاص تقصد عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام هتحمي شعب من التضليل من التضليل والكلام اللي بيتم ده الشعب المغروب اللي هو يسمع كذيب يا جماعة اتحاد الكرة أولا لأن الكل على تماس مع المادة دي فيستطيع والأغلب الأعم صحفيون وإعلاميون ونجوم كرة فلازم اتحاد الكرة عشان أنت لو جبت الهيئة أولا هيبقى كما الذبيح وهيبدأ تاني بغض النظر اتحاد الكورة حتى لو على الأقل ما أنا بقول أولا صاحب المجاهد عنده أولا عنده أنه يحط لبنة أولى في حماية مسابقاته وحماية لعبته وحماية الجماهير الكورة المنظومة يا جماعة كلها المنظومة كلها يا جماعة والله عمرنا ما شفنا الجو ده عمرنا ما شفنا العلاقات وصلت إلى هذا السوق المنافسة في 90 دقيقة في الملعب بعد الملعب العلاقات المفروض تبقى زي ما هي عمر ما شفت الاهلي والزمالك كنا بنروح استاد القاهره وكانت ناس قاعده جنب بعض ما شفتش خناقات يعني اقصاها هتافين وثلاثة والماتش انتهى خلاص سمعه الكره المصريه سمعه يا سمعه فانا اجيب يا رئيس وانا اسخن يا رئيس اجيب اروح اجيب استدعي ناس من الخارج مع كامل احترامي ليهم عشان دول يدعموني وادخلهم في بلدي وتقول لي اصله من الوطن العربي الكبير لا انا مش يا عم بلاش يا عم الوطن العربي يا عم ده بقى بيطلع يا محمود في التلفزيون يا محمود ما سخرناش على محطاته على يوتيوب عشان يقول والله ما دي مصر يا عم انت هو انا الوزير بتاعنا يقدر ينقد نادي عربي ولا يتكلم هو احنا مواطنين هو اللي جاي بالضيف يقدر يتكلم عن نادي عربي يعني مش بال حضراتكم بس هناك فارق كبير ان مصر دائما هي الكبيره وهي اللي بتحتضن وهي 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 لا مصر بتحتضن مصر بتحتضن مصر بتحتضن بالشكل اللي انت عشته في النادي الاهلي بالظبط كده شكل شراكات مصريه على ارض مصر بكلمك على اشخاص انا معاك انا معاك الطرف ليه فرادة اسلام فرادة واحد جاب واحد يفتي في الكوره ما نعرفوش ولا جاي تعاون ولا رياده ولا بتاع يفتي في الكوره مش فيقول لنا مصر انا زعلان عليها
مين انت ومين اللي جابك ده؟ اسال كل يعني الاعلاميين المصريين اللي اشتغلوا في دول العربيه في دول الاشقاء يعني. كلهم بيقولوا ما يتم معالجته في الاعلام المصري مختلف تماما. يعني انت تتفرج على اي قناه عربيه بيتكلموا مثلا في مباراه كره قدم حد بيتكلم تفويت ومش تفويت، لا لا خالص، ده خالص كلام فارغ. ولذلك يجب علينا ان نبدا بانفسنا بالزبط. احنا اللي نحمي نفسنا، نحمي لعبتنا ونحمي سمعه بلدنا، سمعه الكره المصريه، ملاش حل تاني. سمعه الكره المصريه بالزبط. يعني هو ده احنا علاقتنا يا كابتن اسلام مع الاشقاء على عينه وعلى راسي طبعا. بس انا ما ينفعش انا واخويا على ابن عمي صح ولا مش صح؟ صح. انا دلوقتي عندي مشكله، ليه انا بصعد المشكله وبتجيب ناس تاني متدخله طرف معايا؟ ايه هو الهدف؟ ما هو المقصد؟ لا يبقى الموضوع هو مش بلوم على الضيف اللي جاي، الله ينور انا بلوم على، انا بلوم على اللي هنا عليه. هنا بقى المفروض في ايه؟ في ناس متابعه يا جماعه، الامر في غايه الخطوره. انا بدخل اطراف مع كامل احترامي، لكن انا ما اقدرش دلوقتي، انا دلوقتي ما اقدرش اتكلم تفعيل القانون واتكلم على الدوري السعودي او اتكلم على الدوري الاماراتي او اتكلم على الدوري القطري او اتكلم على اقول عندهم كذا، مش انا مش طرف. لكن اذا الموضوع عباره عن اتحاد الكوره، اتحاد كره القدم، الهيئه الوطنيه للاعلام، يجب ان يكون لهم دور. تفعيل القانون، كل منا لا يترك حقه مع السوشيال، حتى لو زي ما انت كده حبيت تبقى رساله وما تضرش اذا كانت اول مره، لكن لا تترك حقك. البلد دي فيها قانون، البلد دي بعنواننا مصر الجديدة بتتطور في كل حاجة. طيب. الناس دي مش هتوقف مصر وتخلي شكلها وحش. هنترك الموضوع ده مؤقتا بس مش لكن لازم نكمل فيه. لا طبعا طبعا، ده احنا بنحمي الناس على فكره، لحد ما ناخد الفيلا، بنحمي الناس، بنحمي لحد ما ناخد الفيلا، لغايه لما ناخد الفيلا مش هنقفل الموضوع، مش هنقفل الفيلا، يا اما يرجعوا هم الفيلا اللي محمود، يا اما يرجعوا الفيلا اللي معاهم. بس لو حد خدهم ما قاليش عزح. لا لا لازم نظبط فيلتك قبل فيلالنا، بقول لك هنضع ايدينا عند النجوم. عند يا مسهل يا رب، مش ان شاء الله، ان شاء الله يا مسهل، عارف اللي في دماغك ان شاء الله. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هل فاز النادي الأهلي بالبطولة الأفريقية؟ هل كايزر تشيفز فريق ضعيف؟ هنطلع فاصل ونرجع بعد هذا الفاصل نسأل أساتذة. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. الحقيقة قبل بس ما أتكلم في هل فاز الأهلي بالبطولة الأفريقية، وهل الأهلي وهل فريق كايزر تشيفز فريق ضعيف ولا لأ، واسال اساتذتنا النهارده. الحقيقه لفت نظري وجود كابتن محمود الخطيب النهارده ومسانده دائمه من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، سواء كابتن محمود الخطيب، الاستاذ العامري فاروق، الاستاذ خالد الدرندلي، الاستاذ خالد مرتجي، الاستاذ طارق قنديل. الخماسي كان متواجد النهارده في مباراه مصر المقصه، وهيبقى فيه مسانده كبيره جدا للكل الحقيقه من كل اعضاء مجلس اداره الاهلي في المغرب وفي المباريات القادمه. ولكن عشان الناس تبقى فاهمه، بيبقى دائما هناك فصل كبير جدا ما بين البعثة الرسمية وأي حد تاني مسافر، حتى لو أعضاء مجلس إدارة، بس عشان الناس تبقى فاهمة. فالحقيقة مساندة كبيرة جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي لكل ما سيحدث خلال الأربع أيام القادمة عشان المباراة النهائية. يعني نتمنى يا رب كل التوفيق. أستاذ جمال، نعم. الأهلي فاز بالبطولة؟ لا أنا أقول لك خبر كويس، الأهلي وصل النهائي فعلا؟ ده جديد الخبر. هو الأهلي وصل، ما هو ده الواقعية اللطيفة جدا، إن النادي الأهلي بياخد الأمور ما فيش مبالغة، يعني كل ولا يستبق الأحداث، بدليل إن النادي الأهلي زي ما دايما بنقول بيفتح الملف ملف ويقفله. يعني هو كان مركز جدا خلال الفترة اللي فاتت، مش شاغلين النادي الأهلي، مش شاغل دماغه بالنهائي الافريقي، هو كل تركيزه على انه يجمع اكبر عدد من النقاط لاستعدادا للزحف نحو القمه، نعم، او نحو مقدمه الجدول. النهارده نقدر نقول بقى انه النادي الاهلي النهارده تحديدا دخل او هيدخل في اجواء الاستعداد للنهائي الافريقي. ايوه، وده انا بشوف انه افضل طريقه ممكن تتخيلها، انه انك تركز في كل خطوة. عندك هدف بعيد، يعني انت من بداية مشاركتك في البطولة وانت بتعمل الهدف بتاعك التارجت انك تكسب البطولة. أيوة. بس عندك دوري مجموعات يعمل لكل، على ذكر يعني اللي احنا فيه، لكل بطولة فقاعة.
بالظبط فقاعه الدوله بالظبط هو كده يخش يعني بص بيخش هنا ويخرج من هنا ويرجع هنا فقاعه كاس العالم للانديه فاحنا دلوقتي داخلين في فقاعه المغرب في أيوة. فقاعه المغرب أيوة. وان شاء الله باذن الله دون اي تقليل من شان طبعا كايزر تشيفز انما مهم جدا مهم جدا لانه انا متخيل انا ما اعرفش حضراتكم معايا ولا لا في الكلام ده ان الفتره اللي جايه الحمله القادمه الممنهجه اللي هتطلع ابتداء من النهارده يعني قريت كام حاجه النهارده بالليل واحنا مروحين كده وبكره وبعده وبعده يا جماعه الاهلي ده كسبان خلاص الماتش لا 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 وكايزر تشيفز ده فريق مش عارف ايه الشوالي قالها يا ريت لو جت على كده الكابتن عصام الشوالي انا يعني النهارده قلنا الكلام ده قد يكون انت لعيب كوره كابتن انت لعيب كوره تحس اكتر اللي هو موسم التهميد واحنا لسه كنا بنتكلم على فكره خلاص اصدر لك بقى اتفضل ما اصدر لك وعايشك هو الناس مش مدركه انه ده نهائي في غايه الصعوبه لا يا استاذ محمود ما تقولش كده ده ماتش سهل صعوبة لا على فكره لا اهو ما الناس ما الناس هتقول كده خلي بالك ولا كايزر كده اسلام بيعمل لك الدويتو ده حاصل الدويتو الدنيا ده اللي بيتقال يا استاذ لا خلي بالك ده ماتش سهل بعد ما نلاقي شكل هيخشوا في ايه في الشكل يا جماعه ما ده يعني ده كايزر تشيفز ده مش عارف ما عندهمش وهكذا خلي بالك وهتروح في الهزيمه بص عايز اقول لك على حاجه انت الجمله دي انا كل ما اسمع الجمله دي افتكر الواقعه جمله ايه اللي هي ان الاهلي حسم البطوله دي اتذكر المره الوحيده اللي النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي احتفلت فيها بالفوز مقدما كان سنه 2007 بره وبعيد المباراه دي يا كابتن اسلام الخبر كان حتى كان وقتها كان الاهلي مش هيلعب مباراه في استاد القاهره لان وقتها كان استاد القاهره المفروض تاني يوم كان افتتاح البطوله البطوله العربيه اللي هي بطوله العاب العربيه كان مباراه في المقاولين العرب او دفاع مجرد نقل الخبر من 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 الكليه الحربيه ليه كان المباراه في الكليه الحربيه النهائي كان في الكليه الحربيه من الكليه الحربيه لاستاد القاهره دي كانت مجرد احتفاليه الناس احتفلت بالظبط كده بشكل كبير جدا برافو عليك برافو عليك يا استاذ وكذا بالظبط دي الوقعه دي بس خلي بال حضرتك وده كان اسهل نهائي في تاريخ النادي الاهلي الله برافو انا اصل انا لعبت هناك ولعبت يعني لعبت الماتشين كنت في الملعب يعني الماتشين دول يا جماعه يعني قلت لنا حاجه قبل الهواء نكسب كام وكام انت والله نكسب يعني طبعا يعني خلي الناس تتذكر سيناريو الماتش كان عامل ازاي نكسب هناك 4-5 ونكسب هنا 4-5 مظبوط خلاص اتغلبنا طلعنا البطوله اللي فصلت يعني احنا كنا 4 خدناها 5 خدنا 5 قصدي خدناها و6 خدناها و7 فصلت خدنا 8 بالظبط انت فاهم يعني كنا لو خدنا دي كمان كانت هتبقى حاجه لو تاريخيه لو شهدت سابقه تاريخيه نعم انه فريق النجم الساحلي احتفل بالكاس في احد القنوات التلفزيونيه للاسف الشديد يعني من الحاجات اللي هي ايه الحاجات الشهيره جدا انت فكرتني طبعا فكرتني لان انا في اليوم ده كان مفروض كابتن دكتور طه اسماعيل هيروح ضيف على اعتبار ان ان شاء الله الاهلي كسبان بمناسبه الكلام اللي قاله على الاستاذ علاء فوجئنا انا ايامها كنت متعاقد مع القناه دي اوكي فلقيت تليفون الحق انت فين تعالى يا جماعه فين تعالى ليه الدكتور طه مش قادر يجي و متضايق طبعا ده كان بعد الماتش يعني ورحت انا والاستاذ حسن المستكاوي اوكي لا تتخيل المنظر واحنا قاعدين مش عارفين تعرف يا استاذ جميل عارف يعني احنا رايحين خدنا الصدمه الماتش ده خدنا الصدمه ما الماتش خلص طبعاً. وعارفينه الماتش احنا عارفين النتيجه الماتش ده كان عذاب بقى الماتش ده كان بالنسبه لنا كابوس طبعا كابوس طبعا بجد والله لا كان ليله غريبه طبعا طبعا الماتش النجم الساحلي البركات لما اطرد خد الانذار الثاني وقف الماتش وتوقف ماتش ضربه جزاء تاريخيه ضربه جزاء ايه تاريخيه ويعني ده برضو قسم لله قدام الناس ان احنا كنا رسم مش احنا يعني المدير مانويل معانا مع اللعيبه كنا رسمين اللعبه دي كنا رسمينها اللعبه دي هتتلعب ازاي وهتتعمل ازاي فبالتالي يا جماعه كل ما سيحدث خلال الاربع ايام القادمه من اساتذه كبار اهو زي ما حضراتكم سامعين الخبرات هنا طلعوني انا بره الخبرات هنا لا بره يا كابتن انت رجلك كانت في الملعب فانا بقول لحضراتكم ان الفتره القادمه الاربع خمس ايام القادمه مفيش حاجه هتحصل غير تطمين لعيبه النادي الاهلي وبالمناسبه ده انتوا هتلاقوهم بيفخموا فيهم قوي ايوه يعني هيقول لك عكس اللي المفروض ان هم يعملوا الارقام القياسيه اللي منتظره الارقام الله ينور عليك اللعيبه اللي داخله والجداول تتعمل في بعض الاماكن طب ايه اللي المفروض يحصل يا استاذ اسامه المفروض يحصل اولا بس بجد بقى ومش تطمينا جمهور الاهلي واعي واداره النادي الاهلي طبعا للامانه يعني
لانه يكفي اصلا انه كتحمول خطيب بعظمته في كره القدم طبعا عمرنا ما عرفنا طبعا على تسلسل الاهلي المعاصر بقى كابتن صالح ثم كابتن حسن ربنا يديله الصحه كابتن حمول خطيب لا يمكن وانت عارف واحد يتكلم في الفريق ولا لاعبه ولا خطه ولا مين لعب مين ما لعبش ده لوحده حافز ثم انه في الاخر انت قدام كتله من الناس اللي عارفه ادوارها وبالتالي بقى يجب على جمهور الاهلي اللي دايما واعي ان يقاوم الظاهره دي يحفز لاعبيه انه ينتظروا طبعا انه بينتظروا انه المهمه باتت صعبه اكثر لانه ده النهائي والنهائي انتم اهل له نعم لكن هناك فريق اخر هناك 90 دقيقه كامله وعلى وصل من النهائي لو ده حلمهم طبعا حلمهم ده انا هجيب بكره وبعده وبعده التصريحات اللي بيتكلموا فيها ده كلام اللوجيك ومفيش بقى نجوم الاهلي انا ما اقلقش عليهم يا كابتن ما شاء الله مش هينصعوا لهذه الظاهره وبالتالي بس يبقى كل الامال منعقده على اسوياء فعلا حوالين النادي الاهلي بقى اللي هو منظومه من الناس الاهلاويه خارج الاطر الرسميه بقى الاطر الرسميه ما تقلقكش ده النادي الاهلي عارف هيعمل ايه مع لعيبته وكذا الاعلام الرسمي لكن انا ومحمود علاء واستاذ جمال لازم نقول للناس كلام حقيقي مفيش مباريات تكسب قبل ان تلعب طبعا في بطوله مصر ولا بطوله مين لا بطوله تضاف للسجل لمصر رقم واحد طبعا هي في الشوارع الحمراء برضه حمود لكن ده في الاخر بيدل ان الكره المصريه قويه ما دي ميزه طبعًا. بطولات الانديه ايوه طبعا تعلن عن ان الكره المصريه قويه يفوز بترجع للمشهد كمنتخب انديه تاني ترجع للمشهد مظبوط ككل حاجه وبالتالي المأمول من الناس اللي بتزعم انها بتحب صناعه البلد دي وضمنها الاهلي والزمالك لكن الموضوع النهارده الاهلي ان احنا نحفز تمام. ونؤكد ان لا توجد مباريات تكسب قبل ان تلعب استاذ علاء مباراه 50-50 لا انا شايف ان الرهان على شخصيه لاعب النادي الاهلي انا يعني كنت محظوظ ومحمود والاستاذ جمال وطبعا كلنا سافرنا مع بعض النادي الاهلي لكن انا يمكن شويه عشان مجله النادي كانت بتخليني اكون قريب او في نفس فندق القمه انا لما بشوف لعيبه النادي الاهلي لما بتشوفهم في المطار واحنا رايحين وتتعامل معاهم قبل المباراه ب 48 ساعه بشوف لعيبه ثانيه خالص غير اللعيبه متعود عليها يعني ممكن صباح الخير ما حدش بيقولها لي يعني ينفصلوا يعني تماما ما كناش نعرفه كنا خلاص يعني واحنا في المطار واحنا رايحين نهزر وكده لكن قبل المباراه لا بشوف لعيبه الاهلي شكله مختلف خالص ليله المباراه دي مستحيل حتى يرد عليك ولا لو كلمته ما بيردش عليك لا اللعيبه بتخش جوه المباراه بشكل كويس جدا جدا كمان انا كنت اتمنى ان يكون في طبيب يعني لعيبه النادي الاهلي الشخصيه الجيل ده جيل كويس جدا والجيل ده ممكن بالبطولات يجيب الجيل بتاعك يا رب يعدي الجيل ان شاء الله يعدي يا رب يعني بس انا اجيال بتسلم اجيال مش عايز بس مقارنه بين الجيلين لان انتوا ما بقيتوش جيل ذهبي الا سنه مثلا 2008 يعني انتوا بتبتدوا من 2005 ما بتخش رقم الجيل الذهبي الا 2008 يعني بعد 2006 بعد برونزيت 2006 بالظبط كان وقتها مثلا 8 9 10 بطولات لكن الجيل ده لسه ما خدش كام بطولات ده فانا عايز لعيبه النادي الاهلي تنزل على ارض الواقع ايوه رجليها تبقى على الارض على الارض ايوه وما يسمعوش لكلام الاعلام لان انا يعني انا حسيت نبره شويه ان لعيبه النادي الاهلي شايفه ان بعد الترجي البطوله بقت تجيبها بالظبط كده دي النبره هي نبره فوقهم ماتش بيراميدز على فكره ودي ميزه برضو النادي الاهلي هو ده الدور النفسي حصل لهم في بيراميدز عشان كده انت كنت عايز تروح للدكتور النفسي ايوه دي النقطه اللي كنت بتمناها يمكن انا كن شويه على فكره يا استاذ علاء قول اللي انت يعني ما فيش مشكله قول لا عايز اقول للدكتور نفسي انا اتمنى ان النادي الاهلي يكون في الرحله دي تحديدا لو الاهلي كان هيروح يلعب الوداد او الرجاء على في الضرب ده ما كنتش هبقى قلقان على لعيبه النادي الاهلي لان كنت عارف ان تركيز لعيبه النادي الاهلي هيكون مش 100% مليون في المية ده دورنا لكن حكايه كايزر تشيفز والحديث عن التاريخ الكبير بالاهلي والاهلي وكايزر تشيفز ده انا شايف انه ممكن يخلي لعيبه النادي الاهلي رجليها ما تكونش على الارض فانا شايف دورنا بقى وصلي بالك أيوة. معلش على خلي بالك في مشكله في مشكله الناس مش واخده بالها وكده انت هتعرضها في الايام الفاتحه علاقه موسيماني باللعب. مع كذا نفسي علاقه نفسيه لا ما هو ده انا بقول لك احنا واخدين كل لا هتاخد هم خلي بالك بتكلم بقول لك ايه احنا اتغلبنا 4-1 في 2002 في اطار التفويت برضه انا بكلمك والله لا 4-1 4-1 4-1 في الصبر مش قالوا سانداونز على سانداونز لا الموسم السنه اللي فاتت اللي هو 2020 لما الاهلي طلع سانداونز مش قالوا موسيماني باع المباراه عشان خاطر يجي مدير فني النادي الاهلي ده عاش فين يا عارف ده لعب كان واخد فيلا لا لا كان واخد فيلا في مصر برضه قال لك مدرب بالمراس على المحيط عندنا هو هيجي بعد مدرب بالمراس
المحيط عندنا المحيط بتاعنا كابتن اسلام. انا عايز اقول لك بجد بقى، قال لك مدرب في البرونزيه العالم اتوعد انه هيجيبوه يدرب كويس برضه. يعني ممكن يقول لك انا كنت بلعب واحد ان هو يفوت الماتش ده عشان يجي بعد كده يضرب المسافه. تخيل ولا قوه الا بالله. عاوز اقول لك انه طبعا هم واخدين الجهاز الفني بتاعهم واخد 4-1 بتاعت السوبر 2002 اللي فاز بيه النادي الاهلي هنا في القاهره وجاب عصام الحضري يعني هدفه الشهير. برضو دي مركزين لان هم عاوزين رئيس النادي عندهم عامل دعم كبير جدا لكايزر الشيفز الى درجه تصريحات غير طبيعيه. انا بقول لك اهو خلي بالك انتوا اساتذتنا، انتوا اساتذتنا، انتوا عارفين التصريحات اللي بتبقى في شنك طبعا التصريحات لا اللي لا هي لا 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 تشوف ملازم اللعيبه دي مركزه تركيز غير طبيعي. بقول لك على حاجه في صور ليهم هم بيتمرنوا في الصحراء الفتره اللي فاتت والمسابقات عندهم خلصانه هتجيب الحاجات دي. خلي بالك في شحن نفسي هيبقى في تنويم للاهلي من تصريحات الاجهزه الجهاز الفني بتاعهم وبدا الفرق بيننا بدات اللعيبه اللعيبه لكن موسيماني عارف الكلام ده كويس جدا على فكره. والتصريحات اللي قالها موسيماني في جمعيه الصحفيين الرياضيين في جنوب افريقيا اللي هو الفتره برهنت على حاجات كتير من داخلها رسائل كبيره جدا لكن مباراه مش سهله طبعا. هتشوف في مناكفات على الخط، هتشوف لما يبقى في مؤتمرين الصحفيين، هتشوف لما الناس تشوف بعض على فكره. فعاوز اقول انه الاهلي ما فشش في البطوله يا جماعه، الاهلي وصل الى المغرب بس المباراه النهائيه. بدايه الكلام كان الاستاذ جمال ان الاهلي جاب لنا الخبر جبت لكم خبر انفراد مهم جدا الاهلي وصل لنا ان الاهلي وصل للنهائي الافريقي وهذه هي الحقيقه وهذا هو الواقع. الاهلي وصل فقط الى النهائي الافريقي ولكنه لم يفز به، لانه الفوز به لازم ننتظر ان شاء الله لغايه يوم السبت القادم في تمام الساعه 9 شوف المباراه هتمشي ازاي. هنكلم حضراتكم الثلاث ايام اللي جايه على هذا الموضوع، ولكن بدايه من اليوم ودي رساله من اساتذتنا لحضراتكم ومننا لينا مننا كلنا لكل جمهور النادي الاهلي. مباراه صعبه، مباراه 50-50. دائما المستطيل الاخضر بيختلف تماما عن كل الكلام اللي احنا قاعدين بنتكلمه. المستطيل الاخضر زي ما قلت لحضراتكم ودايما، وانا اسف ان انا بفكركم بالموضوع ده، ولكن مباراه النجم الساحلي بالنسبه لي درس كبير طبعًا جدا طبعًا جدا جدا. عشان كده خدت الدرس عشان كده مش بتتكلم كده. انا دايما ولو احنا في احنا عشناها يا رب ما نعيش الوقت ده تاني ان شاء الله، زي ما الاستاذ علاء قال وزي ما الاستاذ عصام وزي ما الاستاذ جمال وزي ما ان شاء الله تيجي يا رب ان شاء الله. ان شاء الله لعيبه الاهلي تبقى عارفه ان المباراه دي صعبه وهم عارفين ان المباراه صعبه. ان شاء الله الايام القادمه يستطيع بيتسو موسيماني أن يقود النادي الأهلي لبطولته الثانية، ودي هتبقى حاجة تاريخية كبيرة طبعا جدا بالنسبة له، وده هنتكلم عنه في الأيام القادمة. شرفتونا ونورتونا ودايما بنبقى سعداء بوجودكم معانا. كابتن اسلام جميعا سعداء بوجودنا معاك، سعداء بوجودنا معاك كابتن اسلام. وبعدين الصحبة دي الحقيقة أنا ممتن لكلنا مجتمعين من أعز الأصدقاء والإخوات وعشرة العمر طبعا موجودين. شرف لينا ومنورنا أستاذ جمال، أستاذ محمود، أستاذ عصام، أستاذ علاء، بشكرك جدا على وجودك معانا النهاردة. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. إن شاء الله ألتقي مع أنا هكون موجود مع حضراتكم بكرة في تمام الساعة 11 ان شاء الله. بكرة معادنا الساعة 11، احنا طلعنا بس متأخر النهاردة علشان مباراة مصر المقصة. الحمد لله الاهلي استطاع ان يفوز بثلاث نقاط غالية جدا، ونقفل بقى ملف الدوري ونبتدي بقى نتكلم في الملف الافريقي. اشوفكم بكرة الساعة 11 ان شاء الله.